على بركة الله متابعي قناة شوف تي في مباشرة من مدينة سيدي بوزور. اليوم في هذا الحدث غنستمع لقصة صادمة وأسرار خطيرة اللي تحكي لنا فردوس. فردوس هي شابة مغربية من مدينة سيدي بوزور. فردوس يتيمة الأبوين لحنين لرحيم. فردوس ما بغات حتى شي حاجة إلا حقها في هذه الدنيا. فردوس ما بغى لا فلوس، ما بغى لا مساعدة إنسانية، بغى غير تستقر، بغى غير السكن فين تستر. شابة العمر ديالها 21، اللي عندها 21 عام، كتعاني في صمت، كتعاني من ناحية الأم والأب اللي ضاعوا، ولكن ما بقات رحمة في هذه الدنيا، ما بقات الخاوة حد هالدنيا. فردوس العمر ديالها 21 سنة، غتحكي لنا بالتفاصيل أشنو خاصها وأشنو القصة ديالها. فردوس تفضلي اختي فردوس، مرحبا بك. فردوس فتحت لقلبك القناة شو تي في باش توصلي المعاناة ديالك و اللي تبكير. فردوس رفضت انها تغطي وجهها، فردوس اللي قالت انها بوجه مكشوف وخيفة من تشي حاجة، فردوس اللي بغات توصل المعاناة ديالها والقصة ديال الشاب المغربي والخواتاتها باش يعطيوها حقها في الدنيا. فردوس بغى حقها في الإرث، بغات شي حاجة أخرى غير حقها في الورث اللي تمنعات، اللي تمنعات منه من خوتها، وحوايج صادمين اللي غادي نسمعوا مع فردوس. فردوس حكي لنا اشنو وقع من خلال الخوت ديالك، وعلاش خواتاتك بغاو يمنعوك من السكن. شكون هي فردوس؟ اولا السلام عليكم اخوتي المغاربه، خواتاتي المغاربه. انا سميتي فردوس، العمر ديالي 21 سنه، كنسكن مدينه سيدي بوزور. هادي عامين باش توفى الوالد الله يرحمه، والوالده حتى هي تبعتو شي عام. هذا المهم ما علينا. انا دابا يا مام، من بعد ما توفوا الوالدين ديالي ما بقاش عندي فين نسكن، ما خداماش، الغالب الله. المهم اللي كنطلب دابا هو انني كاينه دارنا، بغيت نجلس في دارنا معززه مكرمه، ما طالبه لا مساعده لا والو. المهم غير فردوس، انت توفوا والديك، الوالدين ديالك دابا الوالد ديالي عامين، هادي الوالده عام، هادي باش ماتت عام ونص دابا باش ماتت. عام ونص باش ماتت. الام ديالك عندك 21 عام. ايه. شنو وقع لك مع خواتاتك؟ من بعد ما ماتت الوالده ديالي بداو المشاكل مع خوتي. مشيت عندهم، كل مره كنمشي عند وحده كتصدرني الاخرى. المهم ما عليناش، كلهم زوجات عندهم وليدات الله يسر لهم. انا ما طالبه منهم والو. هاد الساعه اللي طالبه انهم يعطيوني حقي في دارنا، في دار والديا. بغيت غير نجلس في دار والديا. ما يعني دارك دار والديك هذه؟ دار والديا. منعوني منها، قالوا لي ما عندكش الحق تجلسي فيها، هذيك دار الورثه. بهذه الصيغه هذه دار الورثه، خاصنا نبيعوها. وانتي ديك الساعه دبري راسك، انت مني تاخذي الفلوس ديالك دبري راسك. انا دابا في هذه الساعه اللي كنهضر معكم فيها ما خداماش، ما عنديش الريال في جيبي، ما عندي لا سكن لا والو. ممكن غير هذيك الدار اللي خلاو لينا الوالدين، وهذا الشيء اللي كاين. وكنتمنى من المغاربه يتعاطفوا معايا، ديروني اختكم، ديروني بنتكم، ديروني
فردوس قسم علاش خواتاتك شحال من وحده؟ حنايا ستات الخوت، ستات الخوت البنات، ستات البنات. ستات البنات وي دابا نتوما ستات البنات، يعني السكن ديالكم هو اللي كاين وورث. خلاو لينا والديك، خلاوك والديكم هما دابا خرجوك، واش ما فكروش ان فردوس تقدر تلتاج للدعاره، ديور الدعاره تعرض للفساد فهاد اللحظه كتقول انت ما عندك حتى شي درهم في جيبك، كيفاش غتعيشي؟ كيفاش غتقاومي وانت ما عندكش فين تسكني؟ كنشكر السيده اللي اتصلت بنا من مدينه مراكش اللي قامت بكل صراحه معنا، كنتمنى تحيه من هنايا السيده اللي كنت جالسه عندها في مراكش شهرين هادي باش كنت جالسه عندها. ممكن نقول لها شكرا على المساعده وعلى كل شيء، واستقبلتيني وحسيت بك في مقام ماما الله يرحمها، وما غنوفيكش حقك في داكشي اللي درتي معايا. انت اش مدوش معك خوتك؟ ما عرفتش انا شنو المشكل اللي عندهم معايا، ما انا ما درت ليهم والو، بالعكس كنت عامل معاهم مزيان. خوتي كبر مني كنحترمهم، ولكن هما الله يهديهم دابا ما طالبه منهم لا مساعده لا والو، بغيت غير هذيك هاد الدار اللي كاينه في سيدي بنور، بغيت ندخل ليها نسكن فيها وما تكون حتى مشاكل وما توقع حتى حاجه. ولكن هذا حقك فردوس، حقك بحالك بحالهم، هما ما ساكنينش فيها. وزيد على ذلك انا من بعد ما مات الوالد ديالي الله يرحمه كنت مريضه بالاعصاب سنين، وانا كناخذ دواء الاعصاب، وكانت الحاله النفسيه ديالي ما يرثى لها بهذا المعنى هذا، يعني ما استحملش الوفاة ديال الوالدة حتى هي، حتى هو كان مؤثر بالنسبة ليا. كنتمنى من الاخوان الله يخليكم يبارطاجيو معنا هذا اللايف باش يوصل، بارطاجيو وفاكم هذا اللايف، بغينا يطلع، بغينا الناس يعرفوا الحقيقة ديال الله يجازيكم بخير، بارطاجيو معنا هذا اللايف، الله يجازيكم بخير. بغينا المعاناة ديال فردوس، حيت حنايا ماشي غير فردوس ذات هما، بنات هما كيتعرضوا لهاد الحوايج هادو، فردوس العمر ديالها اللي ما كاين 21 عام، عباد الله 21 عام تلاحت الزرقاء، واش الله يحسن العوان، كاين حالات بزاف من هاد واش هاد فردوس هادي واش مخلوها عرضه للشارع؟ انا نخلوها عرضه للحيوانات المفترسه بكل صراحه، راه ما عندهاش، انا دابا راه جات عند دار ما مجيه مسكينه، السيده صيفطتهم لمراكش اتصلنا بهم لقينا ها هي جايه عام هذا وانا كندور على خواتاتي، كل مره وحده كتصدرني عند هادي، يعني شهرين هادي دابا هي فاش مشيت عند هاد السيده واختها حتى هي كانت جالسه عندها واحد المده، حتى هي كنقدم لها تحيه من شوف تي في، الله يكثر خيرهم، هما اللي لقيتهم جنبي فهاد الوقيته، انا اللي محتاجه شي واحد اللي يكون جنبي اللي يساعدني غير نفسيا وغير معنويا، ما محتاجاش الفلوس، الحمد لله ما محتاجاش الفلوس، كاينه دارنا كاين رزق كاين، المهم بغيت غير خوتي المغاربه يتعاطفوا معايا وهادشي اللي كاين صافي. فردوس المعاناه ديالك انت في هاد السن تقريبا وقيله 21 عام قلتي 21 عام سعد باش توفى والديك في 2019 توفى الوالد والوالده في 2020 30 مارس 2020 30 مارس 2020 يعني في الاوج ديال الحجر الصحي توفى الوالده الله يرحمها، الله يرحم امواتنا وموتى يعني عانيتي الامرين الحجر الصحي والوفاه ديال الوالده، لقيتي راسك كانت شي حاجه صعيبه عليا فريمون، تشوكيت وكنت كنعاني من الاكتئاب وما زالت لحد الان كنعاني من الاكتئاب، باش نقول لكم الهضره دابا كتخربق ليا، ما قدرتش نوصف لكم داكشي اللي كنحس به، الناس اللي دازوا من هذه المعاناه هادي غادي يفهموني وغادي يحسوا بيا. فردوس عمرك دابا 21 سنه دخلتي لهاد التجربه كانك من الخيريه، يعني بحال غيعتبروك بنت الخيريه، انا مربي بالخيريه
زدت لقيتي راسك في الزنقه دابا، لا اب لا ام لا حنين. خوت فين كيعيشوا؟ خوتي مفرقين، كل وحده ساكنه في مدينه. ما ساكنش في سيدي بنور؟ لا، الدار سيدي بنور مسدوده. اه في الدار ما تسكنش فيها؟ لا، حيت هذيك الدار ديال الورثه ديالنا كاملين، ماشي من حقي. اه انت ما عندكش فيها شبر واقيله كيبان لي. ما ندخلش ليها صافي. وفين غتمشي؟ ما صيرك الشارع فردوس. الى دابا تمنعتي من الدار، شنو مصيرك؟ ملي شي غادي نبات في الزنقه، ما كاينش شي حل اخر، ما كاينش اللي غادي يستقبلك، ما كاينش اللي غادي يوقف جنبك. اللي غادي يوقف في جنبك ولا يستقبلك؟ غادي يستغلك، غادي بزاف د الحوايج. وانا ما انا بنت دارنا وتربيت واحد التربيه اللي محافظه، وما بغيش نخرج للطريق، حيت هذيك الطريق ساهله اي وحده تقدر تخرج ليها، ولكن انا بحكم التربيه اللي رباني الوالد الله يرحمه وعائله محافظه وناس محترمين، ما بغيت غير شي خديمه محترمه وعيشه شريفه حتى يجيب الله ما مات وصافي. ولكن فردوس، سمعت باللي ان اختك قالت لك تخلصي الكرا. فعلا. كيفاش؟ كيفاش قالت لك تخلصي الكرا؟ هذا بحال تقول تهديد، يعني الا بغيتي هذيك الدار تدخلي ليها خاصك تخلصي كرا. هي داركم لما تخلصي كرا؟ خلصي الورثه كاملين. منين غادي تجيبي هاد الفلوس؟ الله اعلم، وانتي ما خداماش. واخا سكينه، كنتي مسافره واحد النهار جيتي قلتي لقيتي الدار بدلي القفل، عاود لينا القصه حتى هي. فعلا قبل العيد الكبير بشي شهر كنت جيت لدارنا هنا سيدي بنور، ما بقاش عندي فين نمشي، تلاش بيا ليام كما كنقولوا، جيت لدارنا بغيت نجلس فيها، حتى كنتفاجأ بان القفل مبدل، واحد الصدمه ما نقول لكمش، تكون دار قاطة ديال الطريق في الاخر كتجي كتلقى الباب ديال داركم، القفل ديال داركم بدل، عرفتي راه واحد الصدمه. راه ديك الليله ما قدرتش نعس، ديك الليله ما لقيتش فين نبات غير جيران الله يكثر خيرهم، هما اللي استقبلوني قالوا لي ما حنا كنعرفوك وكنعرفو والديك وما دوزناش معاهم قليل، راك غادي تبقي معانا معززه مكرمه بحال راك في دار والديك. وانا واحد الحاجه بغيت نقولها لك، وانا لان عندي عزه نفس ما كان رضاش بزاف د الحوايج، عزه نفسي ما كتخلينيش انني نطلب من المساعده من شي واحد ولا هكا انا دايره. يعني ما رضيتيش فيما تنقولوا. شنو هي رسالتك؟ كما قلتي كنشوف ان الشباب كاين بزاف ديال البنات والولاد اللي كيموتوا والديهم وكيعانيو نفس المعاناه او اكثر من هذه المعاناه. رسالتي للمغاربه انهم يتعاطفوا معايا وبارطاجوا ما امكن هذا اللايف باش يوصل لناس اخرين. يعني احنا بغينا ناخذ فردوس كعبره الخوت. علاش دابا خوتك ما رحموكش؟ شنو السبب؟ واش فردوس خيبه؟ واش فردوس فيها الشر؟ واش فردوس فيها شي حاجه اللي غتخلي خواتها يتعاملوا بحالك؟ بالعكس كنتعامل معاهم مزيان، كنحترمهم، يعني ما كنديرش لهم شي حاجه اللي غادي تخليهم ينفروني او لا يلوحوني الزنقه بحال كيف ما كنقولوا. وكاين حالات اللي ما كثار مني انا، ياك كيوقعوا مشاكل ضروري، كيوقعوا مشاكل بين العائلات بين الوالدين ولا بين الخوت، ولكن ما كتوصلش لدرجه ان اخوك الصغير تلوحو في الظروف هذه. مازال يلا عاموس باش ماتت الوالده ونتلاحد اللوحه هذه. راه
راه ما يرضاها لا الله ولا العبد. يعني الدريه الصغيره صرت باش نقولوا عطيك الله حقك في الزين، عطيك الله حقك في كل شيء، الا خرجتي الشارع يعني مهدده طبيعة الحال. الشارع ما كيرحمش، الناس ما غيرحموكش، كلهم غادي يستغلوك، كل شنو غادي يشوف فيك. قليل 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 بحال هاد الناس اللي كنت جالسه عندهم اللي غادي يشوفوا من حالك ولا غادي يتعاطفوا معاك. يعني تلقيت شي واحد باغي يستغلك، يعني اللي بغات تخدمي عليه في الدار، اللي غيبغيك استغلال، يعني كما تنقولوا حيت هادشي كنشوفوه حنايا يوميا يوميا كنعيشوه، ماشي غريب علينا. فردوس، شنو تقول لخواتاتك؟ الرسالة اللي بغيت نوجهها لخواتاتي، بالرغم من هادشي كامل اللي وقع، انا ما حاقداش عليهم وما كرهتهمش، هما كيبقاو في الاول وفي الاخر كيبقاو خوتي كبر مني. اللي الرساله اللي بغيت نوصل ليهم الا كانوا كيشوفوني دابا، ما تحرمونيش من حقي، انا ما طلبش شي حاجه زايده، بغيت غير حقي وهادشي اللي كاين. انا كنت طالب انت بوالو، بغيتي غير حقك. بغيت غير حقي، حقك كان مشروع لك منه، حيت دابا جيتي لقيتي الساروت بعد حليتي. من حليتي الدار شنو قالوا لك دابا؟ من عيطوا لك سيد الدار شنو قالوا لك؟ قلت لهم، قلت ليهم غادي انا ما بقاش عندي فين نمشي دابا، كاينه الدار والديه مسدوده ما مخاوي ما فيها حتى حد، غادي نمشي نجلس فيها. هضروا معايا، قالوا لي الا بغيتي تمشي الله يسهل عليك ودبري راسك، المهم حنا راه خاطين المسؤوليه ديالك. هكا كيفاش قالوا لي؟ قالك بهذه العباره تحملي مسؤوليتك، سيت خدمي وخلصي الكرا. سمعتي قلتي لي انهم كذلك كيهدوك الا مشات شي حاجه ولا سرقت شي حاجه، قلت لهم خلاص بحال مثلا هزيتي شي حاجه بعتيها ولا فراش مثلا، تلفازه زربيه كرسي اي حاجه في الدار، المهم هزيتيها راه هذيك ديال الوراثه، راه ما غاديش نرحموك، غادي نحاسبوك عليها. واش هما داكشي حاسبين ومصورين؟ نقول لهم ما تخافيش دابا يجيو لك زيتي شي حاجه بعتيها، ما تخافيش شي حاجه ما كايناش، ولات راه كاينه كلشي دابا وليت نتوقع منهم، باش من بعد هادشي كامل اللي وقع اي حاجه ما غاديش نتصدم منهم. يعني بحال كتقولي انت مستعده للحرب اخرى؟ مستعده للحرب معاهم، مستعده خصوصا دابا ملي درتي ملي خرجتي للاعلام، خرجت بوجه مكشوف، يعني اني ما خايفاش منهم وما خايفه من حتى واحد، خوف من الله سبحانه وتعالى. شنو اللي خلاك التجأتي للاعلام بوجه مكشوف؟ كنشوف بزاف ديال الحالات اللي بحالك انهم تيخبي وجههم ما كتبغيش تبان، وناقشت معاك قلت لك واش هذيك، قلت لي لا نهضر بوجه مكشوف احسن. بصح ما كاينلاش نخبي وجهي، ما عنديش مناش نخاف، ما دايراش شي حاجه اللي غادي نخاف، الحمد لله داخله سوق راسي، بنت مربيه محترمه. التجأت للإعلام حيت سدوا البيبان في وجهي، والتجأت شوف تيفي، بغيت نشارك هاد القصه ديالي مع الناس باش يتعاطفوا معايا. واخا فردوس، كيما قلتي انت دابا جيتي لا حول ولا قوه الا بالله العلي. اسمح لي نقدر نشرب؟ خذ اشرب لي شي مشكل. جيتي فردوس، رجعتي غدخلي لداركم فردوس ولا غالب ما عندك حتى فعلا. كيفاش حسيتي انتيا
ما عندك حتى ريال، ما خدام غير ما خدامش، كيفاش هاد الاحساس ديالك؟ كيفاش غتعيش يا فردوس؟ وهاد خوتك ما رحموكش، حتى واحد ما رحمك، ما عندكش الامان. نقولك واحد الكلمه، فقدت الامان، ما بقاش كيهمني، ما بقاش كيهمني. المهم هو اني نلقى سقف وحيوطي يلموني من الشارع، والباقي ما كيهمش، الرزق على الله كيف كنقول، رزق على الله. ولكن علاش خوتك انهم يعني ما محاولش يفكروا بخدنا، تقدر تولي عرضة الشارع، خافوا ان خافوا على خافوا على الملك، على الفلوس، وما خافوش على الشرف ديال خصهم. تقول لكم ما سوقناش، ما سوقناش، عمي بحرك يوقع لك اللي وقع، راكي مسؤول على راسك، عندك 21 عام، تحملي مسؤوليتك. واخا هاد السؤال غنقدر نطرحو لك، كنتمنى بعدا من الاخوان بارطاجيو معنا باش نكونوا هذه العبره. دابا كما كيقولوا هما، الله سير عمي بحرك، النظر ديالك فردوس تعرضات شي حاجه الا كتب الله شي حاجه، واش يتقبلوا خوتك؟ نديروا ان تبقى لك شي مشكل حملتي، ولا وقع لك شي مشكل حملتي من الزنقه من الشارع، واش خوتك غيتقبلوك؟ واش غادي يرضاو؟ ما تقبلونيش دابا انا لي الحمد لله محافظه على شرفي بنت الناس، ما عاد غيتقبلك من توقع لك شي مشكل، ومن تجيبي لهم شي والد ديك الساعه نقول لك غينكروك. بنت ما انت شكون كنتي؟ وما نكروك دابا، وما نكروك دابا، يعني نكروك دابا في الدنيا قبل الاخره كما يقولوا، ولا وقع هادشي يعني من بعد توقع منه اي حاجه، يقدروا يشوفوني اللي خرجوك، يقدروا يجيب البوليس كاع، ما خايفاش، ما بقاش عندي ما نخسر. الله الله، يعني ما عندك ما تخسر، قصة بشكل عندك فردوس، يعني حقك، حقك في ال حقك في الورد، حقك في هذا، تمنعتي منه، لا حول ولا قوة الا بالله، والدار خاوية. دابا الناس اللي كيشوفونا غاتجيهم شي حاجة في شكل لي قدر البعض يتيق، قدر البعض ما يتيقش، ولكن هذه القصة الحقيقية، هذه القصة الفري. من بعد الوفاة ديال الأم ديالك والأب ديالك، يعني صافي مابقاش عاقل منك، تبدلات العلاقة، شنو مابقاش الأخوة فردوس في الدنيا؟ يكذب عليك الكذاب اللي يقول لك كاين الاخوه وكاين الحنان، داكشي كان زمان ايام جدي وجدك، دابا ولا غير راسي وكلشي بالفلوس. ولكن واش خوت كان مسك عليهم الله شويه؟ الحمد لله. الاخوان كاين بعض التعليقات، الناس كيتعاطفوا، الحمد لله، كنتمنى التعاطف يكون شهدها لايف مباشر، حنا على المباشر، ما كاين من ما كاين ما نخبيو، ما كاين ما نخبيو الشيء اللي عطى الله، ما بقاو ما نخبيو اختي فردوس، الشيء على المباشر، ما كاين حتى حاجه ما غادي نخبيوها. شنو تبغي تقولي للمغاربه والناس اللي واش بغيت تقولي للخوت؟ انا من بعد هادشي اللي وقع ليا واللي شفت في حياتي واللي عاشت معانيش منه اللي عام تقريبا شي عام ونص هادي وانا في هاد المعاناه هادي مع اخوتي، ما من قلبي ما كنتمناش لشي واحد اخر يوقع لي هادشي اللي وقع ليا، حيت كيضر بزاف في الخاطر هادشي، حيت لا يعقل، لا يعقل ان انه ما تبقاش الخاوه ونولي غير راسي يا راسي، كله كيفكر غير فراسو، بالعكس حنا خاوة، ربي خلقنا كاملين باش نعاونو بعضياتنا، باش نساندو بعضياتنا، إلا احتاجيتي شي حاجة راك
انا نوقف جنبك حتى انت حتى جيتي شي حاجه راه غتوقف جنبي. ولكن للاسف هادشي ولا قليل 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 قليل. اي يعني يعني ما فكروش فيك كيفاش غتعيشي، ما فكروش فيك السوء الفردوس اللي فيه غتمشي اش غتاكل اش غتشرب ما جامي. علاش؟ ماشي شي طفله صغيره اللي غادي نخافوا عليها عندها 7 سنين وما عارفه والو في الدنيا، راه تبارك الله عندك 21 عام. يعني 21 عام اكيد اللي عنده 30 عام وكتلقى خوتو هازين وباقي كيصرفوا عليه. كيف هادشي اللي كنشوف؟ اه يعني 21 عام جراو عليك. قول لي وقيلا ملي كانت هاديك وقيلا 20 عام تقريبا ولا عام؟ اه كانت عندي 20 عام باش مات الوالدة و الوفاة ديالها ما كناش محضرين ليه، كان مفاجئ لي انا وعاد قول عاد بلي ما ربيت انا راه انا اللي حضرت ليها، انا اللي ديتها السبيطار، اللي بقيت معاها حتى خدا ربي روحها وحتى ماتت. حضرت لها من الوفاة مسكين كانوا معنا غير جيران، ما كان حتى واحد في خوتي، كنت غير انا بوحدي معاها في الدار. وقع الواقع، ما كاين لاش نقولوا كيفاش وقع داكشي حيت ما بقيتش باغي نتفكروا. المهم الجيران هو اللي عيطوا للامبيلونس ديتها للسبيطار، ما طولاش حتى كيجيو عندي البوليس كيقولوا لي الوالده ديالك الله يرحمها. كانت غير شي 8 شهور باش مات الوالد ديك الساعه. لا واش كانت نفسيه مريضه عاديه؟ اه ماشي كورونا ولا؟ لا ما كانتش فيها كورونا. ما كانتش فيها كورونا، مات عاديه مسكينه. ملي بدا الحجر انا وياها في الدار ما كتخرج غير هي بوحدها اللي بغات تقدا ولا شي حاجه، ما كانش كتخرج بزاف. ملي توفات الوالده تقلبات الحياه ديالك؟ قلبت 180 درجة. عاد 180 صافي؟ 180 درجة. 180 وكمل زيدي شي كمل 200 فيها بنص. 300 كاع زيد 300. 300. نقلع على مسكين. مسكين. من مشيتي فكرتي أن جاو عندك الناس كله كيفاش يستقبلك؟ مشيتي عند السيدة لمراكش. كيف استقبلتك تاني؟ استقبلتني بواحد الرحابة، تصدر بواحد الحب وواحد الحنان اللي سبحان الله. هذيك السيدة حسيت بها، حسيت باللي الأم ديالي ما ماتتش، ربي خدا مني الأم ديالي الحقيقية. ولكن جاب الله السيدة اللي عوضتني على ذاك الفراغ. رسالتك للمغاربة أخيرا. آخر رسالة للمغاربة، بارطاجيو هاد اللايف هذا قد اللي قدرتو عليه، بارطاجيو هاد اللايف و ما بصراحة ما عرفت ما نقول. ما سميتو فردوس، ما بغيتش نبكي ونقلب دراما. حيت كتهضري بواحد البرودة، كتهضري يعني حيت ها انت كاع بكيتي وتعصبتي وهرستي وشخشختي وما خليتي ما درتي، اش غتستاهل في الاخر؟ والو والو. اللهم تامن برود كان شيء لم يقع ويبغاها الله ميه لي تكون حنا راه كاملين في يد الله. دائما متابعي الكرام كما تابعتوا معنا قصة فردوس اللي عاشت مأساة حقيقية من بعد
الوفاة ديال الأم ديالها، والغريب في الأمر أن حتى أنا أعطيني النظرة عندك، يعني حشومة وعار أن بنت بحال هذه يعني كما كتشوفوا النظرة ديالها قاعدة تهرسوا بها. ما كانش عندي باش نصيبهم، غير لصقتهم بالكولا. شوف حشومه وعار ان نظرها مهرسين، ما عندهاش مسكينه لا اللي صوب ليها. شوف لا حول ولا قوه الا بالله. كي دابا عصبي توترا، ما باغيش نبكي، ما باغيش نبكي، بغيتيش تبكي. كيما شفتوا اخواني اخواتي متابعين قناه شوف تي في، عشتوا معنا قصه فردوس الشابه بنت سيدي بنور اللي حكات المعاناه ديالها مع خواتاتها من هنا من قناه شوف تي في. انا عارفه خوتي المغاربه ما خلوش من جهدهم غير بارطاجيو هذا الفيديو بزاف. شكرا. يعني رسالة خواتاتك الله يهديهم، الله يهديهم، الله يهديهم، الله يهديهم أخلاق. دمتم في رعاية الله، وإلى اللقاء في بث مباشر آخر إن شاء الله.